في الصباح المبكر من كل يوم وقبل بدء الحركة في شوارع ولاية تبسة، يصل توفيق إلى أكبر سوق لبيع الملابس المستعملة في قلب الولاية. هنا يلتقي العديد من الشباب على السادسة صباحاً. هذا هو الوقت المناسب لافتراش أرضية هذه السوق وتحويل المكان إلى إمبراطورية لبيع ملابس الشيفون. أي متي السوق نثور الصباح هكا بكري نهبطوا هنا نهزوا الطوابل نقلدوا الحديد ان بزاي كل على جل وقت يعني على الوقت ننصروا على الخمسة ساعة يزرع عود الشتاء يصب علينا نحن قاعدين ننصبوا ضل الدنيا بارد الحديد بارد ساعات نحطوا كرتون ولا حاجة على جل الحديد والناس ياسر هنا ألاف الناس السوق هذا استرزقوا من هذه الألبسة مش غيرنا احنا ألاف العباد قاعدة تسترزق من هذه الألبسة وألاف العائلات قاعدة مستفادة لأولادها وليهم هم الألبسة هذه هنا الزوالي ما يقدرش باش يروح مثلا يشري جاكيت غالية يجي هنا للسوق يشريها رخيصة مستفيد منها نحن ومستفيد منها المشتري والسوق دار وهز ألاف عائلات قاعدة تأكل وتشرب منه. التجارة في الملابس المستعملة مصدر رزق العديد من السكان هنا. بعد دقائق سيصبح المكان هنا مملكة ملابس. فوت تحت. اللمين هذه نديروها قشولات خامات وألوان مختلفة، ملابس أطفال وأخرى للرجال، أحذية وأفرشة متنوعة معظمها تحمل ماركات عالمية. بدأت الأصوات تعلو وبدأ معها إقبال الزبائن من مختلف الأماكن كلهم يقصدون سوق ليبيا سوق تغوي جيوب الفقراء
وتخاطب الأغنياء أيضا. هذه الزورة تاع دارهم. نحن نبيعها بعشرة آلاف هكا. ذاك درك نحن نخدموا في الشيفون. هذا 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 تاع الزوالي، تاع الزوالي. يجي يهز القطعه ب 20 ب 10,000 مثلا. نمشوا مثلا اللي زاد له مزيود جديد، اللي زاد له مزيود جديد ما يقدرش باش يروح للحانوت يشري جيرنيار ب 120 130 140. يجي هنا يهز له حويجات ب 20 ب 10,000 ب 5,000.